اهلا عزوز، مبروك التخرج. ايه شوف شوف ماما انت. الله مسا حكي، انا خلص مسا. خلصت مدرسة؟ ايه كويس. مسا بيبي شي تسا سو هاي شنو واحد انا لها حق هذا الداهي انا حاجة ألعب حق الشوة الكسة. ايوه يعني بيبي انت انا اسوي شو شكل. اشوف 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 الصور اشوف. بسم الله. شفت الهدايا ولا لسه؟ انت يعني انت فتح اشوف. الله مبروك التخرج. اشوف الصوره الثانيه. يا سلام بيبي موبي. الله صوركم موبي فيلم. ايه دي صوركم. ايه حلو حيل. ايش انطاكم هديه؟ ما ما حلويات ما ما اخ مو ما هديها ها هديها هاك 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 من وشي. ايوه حلونا لك وجهك. ايه حلو. اما امشي بي هذا. ايوه اصلا بعد شوي نفتحها ونصورها. إيه؟ مبروك عزوز مبروك. ان شاء الله اشوفك متخرج من الثانويه ومن الجامعه. ايه ان شاء الله. يلا قول باي باي. سلام عفان. خذ القلب خذ وجهك بعدين شوف انا اسوي مثل وحده كده. ان شاء الله المره الجايه نصوروا عزوز لما نتخرج بالمرحله الجديده. إيه؟ ان شاء الله. اللي فان بيقطون مشاهديني. ما عم شوفي اشوف. بسم الله. واحد شوف يلا افتح. واحد اثنين واحد اثنين داها شوف هاي واحد اثنين داها. لابا. الله تركيبة نفسها انت تحبها بزر. اي الله يا حيوانات. كب كب اسد اسد. ايوه هذا ابنه. ايه وشي اسد. ايه وجهك انت عليه رسمة اسد. اوه شوف ميمي شو اللاب هذا هاي. إيه. انتنا هندي الانتاج هندي. هات نشوف الكيس وين كيس بها الحلويات. هات نشوف ايش انطق حلويات. شوف شوفي بي الشيل ساك تفاح الكاتس الحيوات ما بشو هاي. شوف كيكة. اي كيكة كيكة فانيلا بس. نعم الله يجزاهم خير. انتي انتي هدية لوب. عندك هدية ثانية؟ ايه ايش هي؟ ما ولا اول يعني اعطيتها لاحد ثاني. لانه هو شنو بيها حلويات. لا ماما هدية ماما هدية حكي باشا واسيبه. ايوه طيب ما في مشكلة. انت بتقول شو هدية داهي؟ ايش؟ بسيارة. قصدك اعطوه الهدية لابن خالك؟ كويس بس هو راح حلبي ما مداني اصور. يلا قول مع السلامة. سلامة. لا اول شيء اللي بتشوف شو بي هدية داهي شو بي؟ بسيارة بي حيوان. بس سلامة. هذه بعد هدايا العزوز اعطوها دين سريعة. وردة حلوة عليها حرف العين. وهذه الصورة. ايه صورة عزوز حبايب التخرج. هاي قدك. هذا دفتر. ايه هاي اللوجو هذا هاي اسمه هاي مساحة حكي. ما اعرف انا. هاي انا هذا عزوز. ايه الشفي بما داها. لا ما اقدر اصور الباقيين ما يصير اصورهم بدون ما استاذن منهم. اوكي إيه انا حاطين اصدقاء عزوز هنا في الدفتر. بس بيعطى الشف.
ده ولاد يا انا يلا سكر الدفتر واعطوك سياره سياره مو حلوه انت تلخبطتوا انتوا بالسيارات صح هاي السياره بس حلوه السياره شوف هذا من الزريعة صاير في الرمل من الزريعة بي 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 سياره حلوه ما شاء الله السيارة اللي بريموت انت تلخبط يعني هي السيارة بالريموت كانت حقتك؟ ايه وبعدين تلخبطتوا؟ ايه من فيش؟ ما اعرف لخبطت انت وابن خالك؟ ايه ما اعرف فيش شو كده يلا مو مشكلة ان شاء الله بعدين انا اشتري لك سيارة بريموت تحب سيارة بريموت؟ ايه بيبي اموت شو كده كده ايه يلا معلش مع السلامة. تويك اتشيخ كامي لو فينيش يا سالة شو إلا بلو بلو بتشوني بتشنو شنو عشين بتشنو داها سالة توي عشي يا سالة كاما هنا كان في عندي وردات غير وردات عزوز كنت حابة احتفظ فيهم فحطيتهم بنص دفتر وبعد ما فردتهم كويس وحطيت فوق الدفتر الثقل فبعد تقريبا يومين كده فتحته ولقيت مثل ما شايفين كده صار الورد جاف السوائل اللي داخل الوردة امتصها الورق فالفكرة حلوة عشان لو حابين تحتفظون بالوردة كذكرى أو ترجعون تعيدون استخدامها مرة ثانية وفي طريقة ثانية بس أنا ما جربتها ان تحطون الورد مع ملح خشن فالملح راح يمتص الرطوبه بس للامانه انا ما جربتها فما اعرف فعاليتها اذا هي يعني كويسه او لا او مثل ما شايفين هنا سويت كوب كيك فللتزيين استخدمت لوز مبشور وفي زينه وفي كرز وفي عندي فواكه مقطعه صغار فكل مرة لما أبي أزين الكيك كنت أستخدم دريم ويب فعندي اليوم قشطة مخفوقة عشان القهوة الباردة أنا أستخدمها بالعادة فقلت خليني أجرب اليوم أني أستخدمها بالتزيين بدل الدريم ويب فكانت النتيجة حلوة لكن يعني تقدمون قطعة الكيك بنفس الوقت لأن بعد شوي بصيح هي مخففة يعني هي قشطة بس خفيفة بينما الدريم ويب بيكون متماسك أكثر فلو حطيتوا القشطة المخفوقة وخليتوا بتلقونا كده من الشكل مو محافظة عليه بسيح شوي وبس هنا زينتها شوفوا هذه الزينة حلوة تشبه حبات اللولو ومثل ما قلتكم في لوز مبشور وفواكه أنتوا يعني تزين زينوا بالشكل اللي تحبونه أكثر الزينة لذيذة اللي هي سلطة الفواكه والقطع اللي حطيت معاها اللوز المبشور كانت بعد لذيذة فيها كده قرمشة بسيطة ونكهة لذيذة وبس إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو أتمنى يكون أعجبكم لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وكومنت وسبسكرايب شكرا للمتابعة وإلى اللقاء